شكرا لمعلقنا المميز الشربيني الصغير فاروق صلاح بهدف يحسم النادي الاهلي شباب النادي الاهلي لقاء الاهلي وبيراميدز ليرتفع رصيد النادي الاهلي الى النقطه 63 وما زال متربعا على صداره الدوري. هدف رائع زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم صناعه هشام شعبان البديل ويحرز فادي فريد هدف تقدم النادي الاهلي في الدقيقه 71 زي ما احنا شايفين مع حضراتكم بدايه الهدف عند هشام شعبان مهاره رائعه في المراوغه من هشام شعبان البديل اللي نزل في الشوط الثاني وما يرفضش المره دي الهديه فادي فريد ويسكن الكره في شباك نادي مبروك لشباب النادي الاهلي وما زال النادي الاهلي على الصداره في دوري الجمهوريه مواليد 97.